وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل فعاليات أخرى قادمة توجت فيها بنغازي عاصمة للثقافة، صارت نتائج هذه الأعمال جلية للقاضي والدامي في مدينة بنغازي ودرنا. منصور درمش مقدم هذا الحفل، حفل الإعمار الذي هو يعتبر باكورة احتفالات واحتفاءات بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي. هذا البرنامج المنظم امتداد لعام كامل بإذن الله تعالى، العديد من النشاطات والفعاليات ستكون على قائمة هذه العاصمة الثقافية لدول العالم الإسلامي كافة. في حقيقة الأمر بنغازي تستحق في هذه الأجواء الاحتفالية التي يعيشها كل يوم المواطنين في بيوتهم وفي أحيائهم. بهذه التغيرات الجلية والواضحة التي يرونها في شوارعهم في كل الأماكن، حتى يعني لا تحتاج ربما لأن ننقلها عبر شاشة التلفاز أو عبر هواتفنا، هي مشاهدة ومرأة من الجميع. فكان هذا الحفل ربما تتويج لهذه المجهودات التي نراها اليوم على أرض الواقع لتكرم بنغازي أن تكون عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. بنغازي الإعمار والأمل بإذن الله تعالى. تمام.